عسلي مع سلامة، ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد لحاجه ياسر بنينه اللي هي كيف ما قاعدين تراو. عملت لكم بوري بنينه على الاخر وروس كعبه كعبه. اهم حاجه غسيت البولي بالشامبينيون والصوص بلانش، حاجه دوخ. حاسيلو صورتها بار ديتاي، اتفرجوا للاخر قولوا لي رايكم. الوغ بالنسبه لطريقه الاعداد نتاع الروس، اول حاجه خديت كميه نتاع الروس. انا خديت كيس كامل روس، باش نوريكم الباكو اللي انا نستعمله اللي هو لوغي تايلاندي، هذا اللي يبدا مفور باكو احمر. خديت كيس نتاع روس، شللته مليح بالماء السخون. خديت الكيس الروس وصبيت عليه ماء سخون، اوكي سخون على الاخر، وخليته تنفخ شويه. ومن بعد ستيت ونتحصل على روز هذا يا كعبه كعبه به. تو باش ناخذ الطنجره نتاعي نحط فيها شويه زيت ونحط فيها نشوح البصله هذيا، بصله صغيره مقصوصه جويده كيف ما تراو. وباش نحط نشوح الروز نتاعي وبعد نزيد ورقه الرند وشويه ملح ونزيد كميه ماء سخون. الماء حسب كميه الروز اللي باش نستعملها. باغ اكزومبل انا هنا عندي كيس روز باش نستعمل عليه زوز كيسين ماء سخون، ديما نستعملو ماء سخون. فوالا في المرحلة هذه الروز نتاعنا انشح طاب. طب باش نزيدو مغرفة زبدة. سينو حبيت نوريكم الروز فريمون كعبة كعبة. شوف بالنسبة للبولي نتاعنا، انا خديت بولي صدور نتاع دجاج ماهوش سكالوب. دو بريفيرونس انا ننصحكم تاخذوا دجاج خاطر الدجاج اطرى وابد، وديجا لو ميم بري دجاج يمكن اغلى بشويه. فوالا كيف من هكا تاخذوا صدر وتقولوا يشرحوا لكم يبدا هكا جويد، اوكي. باش نفوحوا ملح وفلفل اكحل. بعد ما نطيب الخضره السوتيه نتاعي الشامبينيون والقرع نهزهم، وفي نفس المقله نشوي البولي نتاعي به. الوغ بالنسبه للكريم نتاع البولي نتاعنا، باش نستعمل انا الكريم ليكيد نتاع ديليس ابان وحده ننصحكم بها. سينو تنجمو تستعملوا البو نتاع الكريم فريش عاديه. سينو هذه جديده ريتها في مونوبري، قلت خلينا نجربها. نورمالمون هي بيدا جوست لا دوزيت اقل كونتيتي. فوالا عاملين بها الباستا، تنجم تحطها حتى في شوربه العدس وحتى تمشي مع السكري. قلت خلينا نجربها ونقول لكم. بعد ما طيبنا الروز وتهنينا عليه، تو باش نتعداو للسكالوب نتاعنا وللصوص شامبينيون. به انا باش نستعمل شامبينيون، خديت شامبينيون في لي باكي فري وغسلته مليح، وتو باش نقصو. ومع الشامبينيون باش نزيد القرع الاخضر، راهو بنين 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 على الاخر. تنجمو تدخلو اي خضره تحبوا عليها، سينو تنجمو تخليو كان شامبينيون. به اول حاجه ساعه باش نقص الخضره نتاعي. فوالا هنا كيف ما تراو قصيت الشامبينيون تاعي، تحاولوا ما تقصوهوش خشين برشا. والقرع كيف كيف خاطر باش نطيبوهم مع بعضهم. شنو باش نعمل؟ ناخذوا مقله تيفال نحطوا فيها كميه صغيره نتاع زيت. على الكميه هذه نقولوا 3 مغارف زيت عبيت شمس، يسخنوا شويه ان نشوحوا القرع نتاعنا من الاول، وبعد نزيدوا الشامبينيون لين يسيب ماه ونخليوه اكوتي باش نفوحوا شويه ملح وفلفل اكحل. هيك هو لفاح.
فوالا الصوص نتاع الاسكالوب نتاعنا طابت فريمون، راهو القرع بن فيها والله، ديجا الجو نتاعو راهو قريب للشامبينيون. شوفوا التكستور نتاع الصوص فاش خثرت، فريمون حاجه باش نقول لكم الدوخ اكثر اكثر حاجه اقوى من كلمه الدوخ، اقوى من كلمه الدوخ. اي 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 بالنسبه للبوري نتاعنا كيف ما تراو توا كامل طابت، لازمها تطيب على الاخر هاكا ريتوها سخونه سخونه، وهي سخونه توا انا باش ناخذ لاباغي ونرفسها ونزيدها شويه حليب، حليب عادي يعني اوكي، نبقى نزيد بشويه بشويه في الحليب لين نحصل على البات اللي حشتي بيها، سينو نجمو نزيدو فرماج في المرحله هذه وهي سخونه اوكي. انا باش نزيد طابعه ولا زوز. كيف ما تراو هنا يزتها شويه فلفل اكحل، سينو حسيتها مازالت ناقصه حليب، باش نبقى نزيد بشويه بشويه الحليب لين هكا تولي عندي فريمون بات نتاع بوم دو تير بنينه. سينو تنجمو زاده في بلاصه الفرماج تزيدو غرويير ولا تزيدو مغرفه كبيره كريم فريش. نتو لا تيكستور فوالا، هكا ولات عندي بوري. و دو بريفيرونس تراو البطاطا يلزمها تكون سخونه، مش بعد ما تبرد تعملوها بوري، يلزم هي سخونه. الحليب تنجمو تسخنو زاده كان تحب، بون انا مسخنتوش خاطر الدنيا سخونه، اما تنجمو تسخنوه زاده تخدموها سخونه خير من اللي من بعد، خاطر كي تبرد تولي بليده في الخدمه نتاعها البوري. فوالا لا تيكستور، حسيلو قد ما نقول لكم بنينه وشويه ديجا ذقتها ياسر ياسر بنينه، كيف ما قلت لكم لاستوس انكم تخدموها وهي سخونه. نحب نوريكم الروس كيفاش كعبه كعبه، وصدقوني يطيب في ربع ساعة بن بن عجيبة. سينو الصوص هذي حاجة تدوخ الحق، حاجة تدوخ تدوخ. وتوا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله الغسات تكون عجبتكم، بالحق جربوها خطر حاجة سهلة على الاخر والبنة مضمونة.